السلام عليكم ورحمة الله. يوم الولادة يمكن مش كلنا بنكون محضرين نفسنا اليوم زي ده، برغم ان احنا كان قدامنا فرصة كبيرة جدا، كان قدامنا 9 شهور كاملين بنحضر لليوم ده. ناكل في اليوم دوت ولا ما ناكلش؟ طيب نستريح ولا نبدأ نتحرك؟ نحضر مين معانا؟ نجهز شنط ايه بالظبط؟ ايه اللي هنروح بيه المستشفى؟ طب انا لما اروح المستشفى هيعملوا لي ايه هناك؟ أسئلة كتير جدا جدا في دماغ الأم، وبتبدأ إنها تتكرر الفترة دي كلها، وللأسف مش كلها بتكون ليها إجابات. لكن احنا النهاردة هنجاوب على ايه اللي نقدر نعمله، ايه الوصايا بتاعتنا اللي نقدر ننفذها يوم الولادة. يوم الولادة هو يوم بنقدر نعرفه عن طريق اننا نكون فاهمين كويس جدا علامات الولادة اللي بناء عليها بنبدأ نتحرك، وده موجود في الدرس اللي هيظهر فوق في الرابط في الشاشة. هنفهم يعني ايه علامات الولادة، وامتى نبدأ اننا نقول خلاص كده يلا يا جماعة احنا بنولد. تمام. طيب يوم الولادة الام حاسة بمغص شديد، وبدأت انها تحس بتحجيرة وتقل وألم في اسفل الظهر. اول خطوة هنقوم بيها واهم خطوة اننا هنتصل بالمتابعة الطبية. احنا بنتابع مع طبيبة أو طبيب، ومحتاجين إننا نسمع نصيحتهم في الموضوع ده. في نوع من الأدوية إحنا بنديه كوسيلة لإننا نفرق ما بين الطلق الكاذب وما بين الطلق الحقيقي. معظمنا هيوصف الدواء ده للحالة بتاعته، إلا إذا كان عندنا توقعات أخرى للحالة، وبالتالي هنطلب منها إنها تتحرك قبل حتى ما نديها هذا الدواء. يبقى إذن النصيحة الطبية هنا مهمة جدا جدا، والرعاية ومتابعة مع حد عارف حالتنا كويس جدا. ما قدرناش اننا نتواصل مع رعاية طبية عارفة حالتنا، ممكن نتواصل مع اي مصدر رعاية طبية اخرى، ونحاول اننا نشرح له في عجالة حالتنا الطبية بشكل سريع. طيب احنا الدنيا تمام، وبس هو اللي موجود هو مجرد المغص، يبقى العلامة اللي موجودة علامة الطلق، لو سمحتوا احنا ممكن اننا نتحرك بهدوء، ممكن نتحرك على فترة اطول شوية من العلامات الاخرى. الهدوء ده بيكون تابع معاه اننا بنبدأ نحضر شنطة البيبي اللي كنا محضرينها من أول يوم، فاكرين حضرناها من أول يوم في الشهر التاسع. بنبدأ إننا نبلغ البيت كله، ونبلغ المحيطين اللي هيحضروا معانا الولادة، ونبلغ في حد معين كده. يمكن في مصر المفهوم ده مش موجود عندنا قوي، وهو الدولة أو مساعدة الأم الحامل. الحد ده بتكون يعني زي حد بيقدم دعم معنوي كبير جدا جدا، ودعم معرفي كبير جدا جدا للأم برضو. أتمنى أن ده ينتشر في مصر، لأنه بيشيل عبء كبير جدا عننا كأطباء في أثناء الولادة الطبيعية، وبالأخص أنهم هم من أكتر المؤيدين للولادة الطبيعية، وبالتالي بيحفزوا الأم بشكل كبير على أنها تكمل في هذا المسار. تمام. احنا كده خلاص يا جماعة بلغنا كل الناس، والدنيا حوالينا كلها جاهزة. فجت حد من العيلة وطلبت مننا اننا انت هتمشي من غير اكل، لازم تاكلي طبعا. ناكل ولا ما ناكلش في يوم زي ده؟ مطلوب مننا في يوم زي ده اننا نكون عندنا سعرات حرارية، عشان احنا محتاجين طاقة كبيرة علشان نبدأ ندي طلق جيد وعضلة الرحم تنقبض بشكل ممتاز. طب ايه اللي هيدينا سعرات حرارية؟ ما ينفعش اننا ناكل وجبات كبيرة دلوقتي، ما ينفعش اننا ناكل وجبات دسمة دلوقتي. امال هناكل ايه؟ هناكل حاجات فيها سكريات خفيفة جدا جدا على المعدة. التمر من الحاجات الهيلة جدا في مرحلة زي دي، وخصوصا في البدايات، كل ما كنا في الاول كل ما كان افضل. يعني ما ننتظرش لما يكون الطلق في احمى درجاته او في اعلى درجاته ونطلب اننا ناكل، لا، لو سمحتوا يا ريت من البداية.
يا ريت لو احنا خايفين اننا ممكن نتعرض لتخدير او ان حالتنا فيها احتمالية كبيرة جدا للتدخل الطبي وخصوصا التخدير، فرجاء اننا يدوب فقط نمص حاجة مسكرة، يدوب بس الحاجة دي تتحط في الفم كده وتتمص فقط، ما تنزلش المعدة. إيه طيب، احنا كده عرفنا ممكن ناكل ايه، ممكن نشرب، ما عندناش مانع اننا نشرب كميات بسيطة جدا من المية، وهي عبارة عن يعني كميات بنشرب جرعة صغيرة ونوقف تاني وإزازة المية في ايدينا وهكذا. إيه خلصنا كده قصة الأكل والشرب، وبقى عندنا معلومة كافية، وإحنا في الأساس كنا بنشرب مية كتير، فاكرين توصياتنا طول فترة الحمل؟ لو سمحتوا يا جماعة، إحنا محتاجين شرب كميات من المية كبيرة. إيه طيب خلاص، يلا بقى إحنا عايزين نعرف هنتحرك إزاي، نعمل إيه، تنام ونريحها كده ونقول لها لا لو تعالي ريحي على السرير، ولا نقول لها لا اتمشي وتحركي؟ آه طبعا اتمشي وتحركي، ممنوع إننا ننيمها على السرير إلا إذا كانت مرهقة بدرجة شديدة جدا، وإنها لو وقفت لا قدر الله ممكن تقع وتتعرض لخبطة في أي موضع، وبالأخص في بطنها، طبعا ده مرفوض تماما. يبقى إذا إحنا ممكن إننا نريحها، ولكن في المقابل إحنا بنتمنى وبنشجعها جدا جدا جدا، لو سمحتوا التشجيع والدعم النفسي مهم جدا جدا في مرحلة زي دي، بنشجعها جدا إنها تقف وتتحرك. أفضل حركة ممكن تقدمها هي حركة الحوض، من أجمل الحركات اللي تقدر إنها تقوم بيها في مرحلة زي دي هي حركة إنها تقعد على الكورة بتاعة الولادة. أنا عارفة إنها مش متوفرة عند أغلبنا، ولكن ممكن إنها تستبدلها بإنها تضع رجليها على كرسي قصير كده، رجل واحدة فقط والرجل الأخرى على الأرض، وتبدأ إنها تحرك الحوض في حركة دائرية أو من الأمام للخلف على حسب ما هي مرتاحة في هذه الحركة. بنطلب منها إنها ممكن تتحرك على درج، يعني على درجة سلم، إنها تطلع وتنزل عليها حركات خفيفة جدا. بنطلب منها أحيانا إنها تسند على الحيطة وتبدأ إنها تضغط إيديها لورا وقدام كأنها بتزق الحيطة وبترجع تاني، كأنها بتزقها وبترجع تاني. بنحاول في هذه الفترة إننا ندعمها بشكل كبير، لأن أحيانا خوف الأم وقلقها بيخلي عضلة الرحم ما تنقبضش بالدرجة اللي احنا عايزينها، وللأسف قد يؤدي إلى التدخل الجراحي في هذه الحالات. يوم الولادة هو طبعا اليوم المنتظر اللي كلنا مستنيينه، فرجاء أعصابنا كلها تكون هادية. أنا عارفة بالنسبة لكم هي حالة واحدة فقط أنتوا بتتعرضوا لها على فترات في الأسرة، ولكن بالنسبة للطبيب أو الطبيبة المعالجين وللمستشفى هي حالات بيشوفوها كل ساعة، مش هقولكوا كل يوم، كل ساعة بيتعرضوا لهذا النوع من الولادة، فهم عارفين دورهم وعارفين يقوموا بيه بشكل جيد، وبالأخص لو كنا متابعين مع جهة عارفة هي بتقوم بدورها ازاي. فرجاء بلاش ايه ده هي بتتوجع ليه، ما يا جماعة هو هي بتولد، محتاجين من حضرتك الدعم النفسي، ومحتاجين انك تقدم لها ما يساعدها على مزيد من انها تهدى وتكون مرتاحة. إيه لا لو سمحتوا احنا مش عايزينها تتوجع، لو سمحتوا والدونا قيصري. للأسف للأسف ده بنشوفه كتير جدا جدا من الـ يعني الطرفين، أحيانا يعني من الأم اللي بتولد ومن زوجها ومن أحيانا بعض المحيطين بيها. الآلام ممكن إننا نتلافاها بتدخل التخدير فيما يسمى بالإبيديورال، وده عاملين عنه درس كامل موجود فوق. فرصها في الطبيعي هي فرص
نفسنا كلنا اننا نقوم بيها، ومش من مصلحتنا ابدا اننا نسيبها لحد لما عنق الرحم يفتح لدرجة كبيرة وبعد كده نتدخل قيصريا. لا يا جماعة، الافضل دايما اننا نكمل في سكة الطبيعي للنهاية، واذا تدخلنا قيصريا في نهاية الخطوات فده معناه انها كانت فعلا محتاجة هذا التدخل في هذه المرحلة. رجاء اذا كنا من النوع اللي بيقلق جدا او النوع اللي بيخاف جدا في يوم زي ده، ففي حاجة اسمها دروس ما قبل الولادة او دروس الولادة اسمها بيرثينج كلاسز، موجودة في اماكن بتديها ككورسات للاب والام حديثي العهد بالحمل وما عندهمش فكرة عنه، او حديث العهد بالتجربة، تجربة الولادة الطبيعية. كل انسان لما بتكون عنده المعلومة يكون عنده الراحة والاطمئنان، لما بيكون ما عندناش معلومة للأسف بيكون عندنا قلق كبير جدا ومحناش عارفين ايه الخطوة الجاية اللي المفروض تحصل، وكان المفروض اتكلم واتدخل في المرحلة دي ولا انا ما اتدخلتش وكده غلط، وكان المفروض ان انا اقوم بدور تاني. يوم الولادة ان شاء الله نتمنى ليكم جميعا يكون اجمل يوم واجمل ذكرى ممكن تمر بيها في حياتك، وايا كان انتي قمتي بالسلامة سواء كان طبيعي او قيصري، انتي عملتي اللي عليكي وأديتي مهمتك على أكمل وجه، قريتي وتعلمتي وسمعتي وحضرتي محاضرات وتفهمتي كتير جدا وما اعتمدتيش فقط على تجارب الآخرين وما استمعتيش للتجارب السيئة. الحاجات دي أنا بقولها كده وبقول دي الحاجات اللي المفروض إننا كلنا نعملها لو بنفكر في يوم ولادة سعيد. نشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم، وهنتكلم عن أمور بتسهل لينا عملية الولادة الطبيعية ممكن نبدأ فيها حتى من قبل الحمل نفسه بإذن الله. نشوفكم على خير إن شاء الله. لو في أي استفسارات تقدروا إنكم تبعتوها لنا سواء كان على صفحتنا على الفيسبوك أو في تعليقات القناة، أو تنضموا لجروبنا أكاديمية طبيبتي اللي بنحاول فيه إننا نكون مصدر للوصايا ومرجع طبي في هذا الشأن، سواء كان للعروسة المقدمة على الزواج أو الأمهات الحوامل أو في فترات الرضاعة أو حتى في مراحل التربية المختلفة لأبنائنا. نتمنى نكون يعني بنحاول نقدم مجتمع كامل للأم بحيث إنها توجه فيه كل طاقتها وتبدأ إنها تاخد فيه كل المعلومات الصحيحة. كل التحية لكم من فريق العمل.